يقابل السد بكرة في استاد ثاني بن جاسم في نادي الغرافة الساعة 4:45 مساء. المباراة الثانية تحيل والوكرة في استاد عبد الله بن خليفة في نادي تحيل الساعة 6:55 مساء إن شاء الله. توقعت جمال تعادل لعبة تحيل الوكرة والسد يفوز. توقعاتك بالحدان مع جمال. توقعاتك عبد الله الوكرة والسد. أحمد كفو الحبايب. منو الحبايب؟ فايزي حبايب مين؟ لحظة حبايب مين؟ تحيل حبايبه هو يخلينا نعرف. لا لا هم حبايب بعض. الأقوياء السد ودحيل. بقول لك وكر عشان خاطرك ما بقول الحبايب السد ودحيل. وأنا أبغيك إنك ما تقول وكرة لأن ما حد بيودي العالم في داهية إلا من تقول الفريق من توقعاته. شو يقول يونس؟ دحيل وسد. شو يقول عبد الله جاسم؟ سد ودحيل. شو يقول ناصر؟ دحيل وسد. العنبري تعادل خالد. مايل مبارتين تعادل. مبارتين مايل. لا روح مع ناصر. ناصر شو قال؟ قال السد ودحيل. شو يقول علي؟ والله أتمناها إن شاء الله تعادلات زينة للثنتين لصالح الريان. قلت أتمناها لصالح الريان. هاي ما بتوقع. هاي أتمنى. قلت أتمنى هذي. أو توقع. هاي قلت لك أتمنى. أمنيات أصلاً. قلت لك أتمنى. توقع غير ولا أمنيات؟ لا أتمنى مع بعض. التوقعات دائما فيها أمنيات ترى. جماعة مع بعض. ها؟ إيه. جماعة التوقع والتمني مع بعض. لا لا هو تمنى. لا توقعت. لا لا ما توقعت. أنا تمنيت. أتمنى إن شاء الله أنهم يتعادلون لأن يعني التعادل بيكون زين.